شنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية غارات مكثفة على معاقل الحوثيين في شمال اليمن، كما استهدفت منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء، إلا أن وسائل إعلام يمنية قالت إن صالح وأسرته بخير. وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن أحمد العسيري إن التحالف شن 130 هجمة جوية استهدفت قيادات حوثية ومراكز للتحكم. يوم أمس قيادة التحالف والقوات الجوية السعودية نفذت 130 طلعة منذ ساعة 1900 يوم أمس إلى وقت إعداد هذا المؤتمر، طالت أكثر من 100 هدف في كل من صعدة ومران والبقع والشريط الحدودي بين المملكة والجمهورية اليمنية. يأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم الأحد على هدنة إنسانية لمدة 5 أيام اقترحتها السعودية، ولكنهم حذروا من أنهم سيردون على أي خرق، وطلب الحوثيون أيضا استئناف حوار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل حل الصراع. وكانت السعودية قد قالت يوم الجمعة إن هدنة إنسانية لمدة 5 أيام ستبدأ يوم الثلاثاء إذا وافق الحوثيون على هذه الهدنة، ومن المقرر أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار في الساعة 11 مساء بتوقيت اليمن يوم الثلاثاء. وتزايد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في اليمن بعد أن قتلت الضربات أكثر من 1300 شخص وجعلت السكان المحليين يفرون من ديارهم ودمرت البنية الأساسية، مما أدى إلى نقص في الطعام والأدوية والوقود. محمد مجدي، رويترز.